ورحمة الله تعالى وبركاته. تشاهدون راغب أمن على The Professional Security، حلقة جديدة إن شاء الله نخصصها إلى موضوع كيف تقوم بكشف هوية سارق هاتفك النقال. أظن أن هناك الكثير من الأخوان والأخوات الذين عانوا، أو هناك من في العائلة قد عانى من سرقة هاتفه، خصوصا وإذا كان هاتفك يعني ثمنه غالي جدا، وبالتالي فأمر ضياعه هو يعني يبقى أمر لا ينسى. وفي الحقيقة هذه الحلقة سنتطرق فيها إلى الهواتف الذكية، يعني إلى الهواتف مثل يعني السمارت فونز، والتي تعمل سواء على نظام تشغيل iOS مثل الآيفون وكذلك على الأندرويد. ولكن في الحالة الخاصة فأنا سأشرح على الأندرويد نفس الطريقة، نفس الإعدادات يمكن أن تطبق كذلك على الآيفون. قلت أن هاتفك سنحاول أن نثبت عليه برنامج اسمه Prey، قد سبق وشرحته في حلقة سابقة. هذا البرنامج الذي سيثبت على الهاتف والذي سيمكنك من تقفي آثار يعني تقفي آثار هاتفك. البرنامج المتواجد في 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 في, في الهاتف، حينما يتم سرقة يعني سرقة الهاتف، تستطيع من داخل لوحة التحكم الخاصة بالموقع والموقع الذي يتحكم في الهاتف أن تستطيع متابعة ومراقبة هاتفك في أي مدينة يوجد، في أي منطقة بالذات يوجد، يمكن كذلك أن تأخذ صورة للسارق إلى غير ذلك. وكذلك فيمكنك أن تقوم بإعداد الهاتف أن لا يشتغل مجددا. وكيف ذلك؟ ففي الحقيقة يمكن أن في بعض الأحيان أن لا توجد هناك يعني اتصال انترنت، وبالتالي يكفيك أن ترسل رسالة كود معين أو رسالة معينة كGo Pray على سبيل المثال إلى رقم هاتفك، وسيتعطل الهاتف بالمرة ويطلق إنذار. يطلق إنذار كون أنه يجب أن يقوم هذا الشخص بإرجاع الهاتف إلى مالكه الحقيقي، وسيطلب منه باسورد. هذا الباسورد الذي لا يمكن أن يحصل عليه، لأن هذا الباسورد هو متواجد في القائمة الرئيسية الخاصة بموقعك، ويمكن كذلك أن تقوم أنت بتحديثه، وبالتالي لا يمكن للسارق أن يستخدم هذا الهاتف إلا في حالة ما إذا قمت باسترجاعه بطبيعة الحال بعدما يتم إرسال يعني معلومات هذا الشخص إليك وإلى علبة الواردات، حالما يكتشف الحاسوب أن هناك نقطة واي فاي أو شيء من هذا القبيل حتى يستطيع أن يعمل اتصال ويرسل لك المعلومة. إذن كيف سنقوم يعني بهذه العمليات في على وجه تطبيقي؟ إذن نبقى مع هذه الوصلة الإشارية ثم نعود. إذن أول شيء أذهب إلى panel.project.com، ثم بعد ذلك أنقر على not registered sign up. إذن بعد ذلك أدخل الاسم الخامل الخاص بي، أدخل كذلك الإيميل الخاص بي، بعد ذلك أختار الكونتري أو المكان الذي أقطن به أو الدولة، إذن موراكو. بعد ذلك أختار الباسورد فريدي كما اعتدنا دائما مع الباسوردات الخاصة بأمين. إذن بعد ذلك تم التسجيل send an email. الآن تم إرسال إيميل إلى العلبة، علبة الواردات. يجب أولا أن أقوم th3pro.com، ثم بعد ذلك أدخل الباسورد الخاص بيناتنا not for this so يتم تحميل تام 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 تام. بعد ذلك الآن وصلت أو توصلت ب please active your new account. okay let's activate it. تم التفعيل طبعا الحال، جميل جدا. الآن ننتقل إلى الهاتف وأشرح بعض الخطوات على الهاتف. كنت تستخدم آيفون فيمكنك أن تقوم بالتحميل الابليكيشن من على الموقع الرسمي. إذا كنت تستخدم أندرويد مثلي فيمكنك فقط الذهاب إلى الماركت بليس، ثم تقوم ببحث عن Prey Project. إذن الأيقونة الأولى كما تلاحظ معي هي خاصة بالPrey Project، إذن سأختار Prey Project ثم أختار
انستال ثم يس. هذا التحميل اقوم الان بادخال المعلومات الخاصة بي، وهي الخاصة التي من خلالها قمت بالتسجيل، يعني اذا ما تذكرتم فراغب، اذا يعني راغب at gh3.com ثم اقوم بادخال الباسورد واقول على track my phone. اذا الان track my phone you have successfully associated. إذا الرسالة you have successfully associated this phone. إذا سأنقر على OK. الآن هنا عندي مجموعة من الإعدادات أظن أنها غير إذا ليست مهمة، يعني تبقى على حسب ذوقك الخاص. إذا سأخرج، والآن بعدما قمت ب يعني تثبيت للتطبيق، الآن سنعيد الدخول إلى الموقع ونلاحظ ماذا حصل في لوحة التحكم. إذا أدخل إلى لوحة التحكم الخاصة بي، إذا tshipro.com ثم 3deep كما تتذكرون. بعد ذلك سأدخل، إذا لاحظ معي HTC Desire S بالفعل تم يعني تم التراكن الخاص به، او تم التعرف على يعني على هاتفي. الان سنشرح في حالة اذا ما الامور ذهبت بشكل سيء او انقلبت الى شكل سيء، وهي في الحالة التي سيصر او الحالة اذا ما قدر الله وسرق يعني سرق هاتفك. اذا لاحظ معي اول شيء، فهنا لدي الارم، وهنا ساقوم باكتيفيت للالارم حتى اقوم في حاله ما اذا قام هذا الشخص بسرقه لهاتفي فسيطلق الارم. سالرت كذلك انه سيرسلني تنبيه كذلك. يمكن ان اقوم بتغيير هذه الرساله، وهي الرساله التي ستظهر للسارق، هي الرسالة التي ستظهر للسارق. إذن على سبيل المثال، إذن أنا أعتذر كون أنني أكتب العربية اعتمادا على موقع اعتمادا على موقع إذن الله يأخذ فيك الحق. لا لا كذا ثم يمكن كذلك أن تكون فكرة أننا نضيف رسالة تحذيرية، لقد تم الكشف عن هويتك على سبيل المثال، حتى نخيف هويتك وسيتم مراجعة هويتك من قبل شرطة المملكة. سيتم المهم يعني المملكة على سبيل الشك فقط. وبعد ذلك أنقر على اللوك. هنا سيتم إقفال الهاتف، هذا شكل يعني شيء مهم. عند إقفال الهاتف يعني عندما السارق سيقفل الهاتف الذي سرق، وسيطلب منه باس كود أو سيطلب منه يعني باسورد. يمكن أن أختار أي باسورد، على سبيل المثال أنا سأختار راغب ثم سيف تشينج. جميل جدا. إذن عندما يسرق الهاتف نحتاج إلى أمرين أساسيين. أول شيء وهو اختيار missing، تختار on، نعم لقد فقدت الهاتف. بعد ذلك ستحتاج كذلك ارسال رسالة الى رقم هاتفك. نفترض ان الهاتف سرق برقم الهاتف يعني بالسيم كارد الخاصة به، اذا ستحتاج ارسال رسالة يعني يمكن ان تغير هذه الرسالة اذا في هاتفك الشخصي في 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 الاعدادات الخاصة ب براي الذي قمت بتثبيته. وعلى سبيل المثال هنا فالرسالة يعني باغ ديفو او ديفولت هي جو براي، يعني يجب ان ترسل رسالة الى هاتفك وهي جو براي حتى تقوم باكتيفيتين يعني للتطبيق. اذا نحن يعني انا اريد ان ابقى في المجاني بطبيعة الحال، وعندما اقول المجاني اي ساريكم موقع لارسال الرسائل المجانيه، اذا اثنين في واحد
الخاص بالرسائل المجانية يمكن أن أنتقل مباشرة. إذا أنا سأختار هذا السيرفر كون أنه بسرعة يقوم بإرسال الرسائل، يمكن أن ترسلها من رقم هاتفك، يعني من يعني لا يوجد هناك مشكلة. إذا سأختار الكونتري، إذا سأقوم بإرسال رسالة إلى الهاتف إلى الهاتف. إذا موراكو 6، إذا رقم الهاتف، إذا سأختار سندر على سبيل المثال، سندر ويعطيني. إذا كما لاحظت معي جو براي هي الكلمة السرية التي سأرسل، قلت يمكنها أن تقوم بتغييرها من على الهاتف. إذا أتمنى أن لا أكون غلط في كود الكباتشا كون أنني لست ضليعا في إعادة كتابة كود الكباتشا. إذا يعني بالفعل ذهبت الرسالة، يعني أنتظر قليلا فقط. يمكن أنكم ستسمعون صوت الهاتف عندما يعني تطلق صفارة الإنذار. طبعا الحال يجب أن أنتظر كم 15-14 حتى يتم إرسال الرسالة. والآن سأتحول إلى الهاتف، إذا سأحول الكاميرا إلى الهاتف حتى نرى الأمر عن قرب. إذا بطبيعة الحال كما تسمعون فكان يعني قمت فقط بإيقاف إذا صفارة الإنذار. إذا كما ترون فالهاتف قد أقفل وأصبح يطلب مني كما تلاحظ Enter pass to unlock، يعني لا يمكن العمل بالهاتف، أصبح الهاتف خربان إذا صح التعبير. يعني لا يمكن العمل به كما تلاحظ، فالهاتف يطلب مني كود. كذلك في الحالة التي يتم تغيير فيها للإشارة، حتى الحالة التي يتم تغيير فيها السيم كارد، إذا لاحظ معي لا يمكن أن أستخدم فقط emergency dialer، فهي التي يمكن أن أستخدم، لا يمكن أن أستخدم. والرسالة كذلك لا يمكن يعني حتى أن أقرأ المسج، لكن وهنا يجب عليك أن تقوم بإدخال الباسكود الذي موجود في الموقع والذي سبق وأشرت إليه حتى تستطيع أن تقوم بفك للبرنامج. يمكن أن أقوم سأحاول أن أقوم بإعادة تشغيل، يعني سأحاول أن أقوم بإطفاء الجهاز. لاحظ معي أنني سأقوم بإطفاء يعني هاتفي وسأعيد تشغيله ونلاحظ هل يعني يمكن أن يختفي أو يختفي طلب الباسورد. إذا نحاول، إذا قد أطفئ كما تلاحظ معي، إذا سأشغل الهاتف. إذا لاحظ معي وسنلاحظ ما إذا كان سيتجاوز الباسورد بعد إطفاء أو إعادة تشغيل الجهاز أم أن الأمر. إذن unlocking، سأقوم بunlock للهاتف. لاحظ معي دائما enter your password، لا يمكن أن الدخول لا على المسج، لا يمكن أن أقوم بتشغيل أي شيء أو إيقاف أي شيء كما تلاحظ معي. فالهاتف أصبح blocked يعني. إذا سأحاول ما إذا يعني الرسالة، لكي أعطيكم مثال أن الرسالة عندما أنتر the password is incorrect كما تلاحظ معي. يمكن كذلك أو إضافة أن يعني فقط أبحث عن الكود، يعني نسيت الكود الذي من خلاله سنقوم بتفعيل الخاصية. الكود هو PrayRox. إذا تذكرت، إذا PrayRox، إذا سأدخل الباسورد ولاحظ الرسالة التي ستظهر Pray، إذا PrayRox هكذا. إذا أنت أظن أنني Pray. Password is incorrect. إذن أظن أنني نسيت الباسورد.
لا راغب لا راغب راغب يا راغب. جميل. إذا أنت بالفعل إذا أمبورتت من السجن. آه للأسف فلم يقرأ لأن الرسالة باللغة العربية لا يقرأ يعني لم يستطع تشفير اللغة العربية. إذا imported message. إذا هذه الرسالة التي تظهر وبعد إدخال يعني الباسورد يمكن إعادة استخدام الحساب أو الهاتف. ها يمكن إعادة استخدام الهاتف من دون مشاكل. وهكذا أكون قد قمت بحماية هاتفي. إذن الآن بالإضافة إلى يعني البلاك الخاص بي أو إيقاف خدمة الهاتف، هناك كذلك التقرير الذي يصلني وهو Brand New Report from HTTPS. وهنا يمكن أن أقر على الريبورت وأرى التقرير أين يتواجد هذا الشخص في أي مكان. طبيعة الحال المكان أنا قمت بإخفائه لأنه في الحقيقة هو المكان يعني الذي أتواجد به يعني من يعني أنا قمت بإيقافه. كذلك بالنسبة للآي بي ليس من مشكل، إذا الآي بي الخاص بالشخص المكان آخر مكان تواجد به الآي بي يمكن أن تنقر على الخريطة حتى تحصل على أدق يعني أدق الأمور الخاصة عبر ساتلايت. يمكنك أن تتحكم في الصورة حتى يمكنك كشف المكان بشكل جيد. هكذا نقول قد أوشكنا على نهاية هذه الحلقة. كنت سعيد جدا بأن أستضيفكم. هناك مزيد من الحلقات على محترف الحماية. نحن الآن في الحلقة أظن أننا في الحلقة 309 أظن. يمكنكم دائما متابعتنا على الموقع الرسمي www.tshirtpro.com. يمكنك كذلك متابعتنا على الفيسبوك www.facebook.com/tshirtprofessional. ويمكنك تسجيل في قناتنا على اليوتيوب، القناة المتواجدة عليها هذا الفيديو راغب جيك يعني. وهكذا يمكنك أن تتواصل بآخر حلقات محترف الحماية إلى حلقة أخرى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.